الكرة الأرضية. جول 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 كازادي الكونغولي يفعل براسية يباهي الدفاعات. بيدرو أتليتيكو الأنغولي نعم الأفضلية ودادية هنا في أنغولا. يا سلام عليك يا كازادي أمام فرحة العشرات من أنصار فريق الوداد. شوف الإعادة بدر قدارين وبالراس يستفي من خطا في التموضع وخطا في التغطيه لعناصر بيدرو. يا سلام عليك يا كازادي، التاريخ يسجل لك اليوم اول هدفك بقميص الوداد على صعيد المنافسات الافريقيه بعد ان سجلت هدفين في البطوله الوطنيه. انت تفعل اليوم في اول حضور لك وفي نعم فريق بيدرو يوحد مجال. حذاري من التسديد، حذاري من التسديد، هدف التعادل. نعم فريق بيدرو يعدل النتيجة في هذه اللحظات عن طريق اللاعب نيلسون. وجد المكان ووجد الوضعية المثالية لتسديد الكرة التي تغارط أحمد رضا التكناوتي، أعتقد لمست أحد اللاعبين قبل أن تستقر في المرمى. بيدرو يعدل النتيجة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. الحل من التسديد، وقلت حذاري حذاري من ترك المجال للاعبي بيدرو ليتسديد بهذه الكيفيه لنيلسون. هو من سدد، سنتابع لهذا مره اخرى. ردت فعل بيدرو بهذه الكيفيه، شوف مره اخرى جوب لما مرر، شوف هنا المساحه الكافيه التي تركها للاعب نيلسون اللي سدد فعلا تلمس احد اللاعبين. وداني يتقدم، داني وداني، اوه هدف ثاني، هدف ثاني لفريق بيدرو أتليتيكو. داني وجد المنفذ، داني سدد في الزاوية البعيدة عن مرمى الحارس أحمد رضا التاكناوتي. انقلبت الأمور رأسا على عقب عن مكان الوداد هو المتقدم. صارت النتيجة لمصلحة الفريق المضيف نادي بيدرو أتليتيكو الأنغولي. نعم يتفوق في وقت صعب وصعب للغاية لأن الهدف جاء في الوقت البدل الضايع. شوط أول نعم دون تطلعات بالنسبة للوداد، وأنا أقول بأن من يتحمل المسؤولية فيما حصل أكيد لاعبين، ولكن درجة أكبر المدرب، لأن طريقة توظيف اللاعبين اليوم لم تكن بالجيدة. شوف الإعادة، وشوف الإعادة، شوف الإعادة، وتسديدة هنا في الزاوية الصعبة على حارس المرمى. من يتحمل مسؤولية الجدار أما التكناوتي هنا حاول فيها. شوف الإعادة، شوف الإعادة، سددت طريقة رائعة ومركزة في أقصى الركن الأيسر لمرمى الحارس أحمد رضا التكناوتي. كنا لمسة لأيمن حسوني، يحيى الجبران مرة أخرى، يلعب لمن؟ وليد الكارتي، ممتاز وليد، وليد كان عندك المجال لتتقدم أكثر، يلعب كورة، نعم لود لم يحصر، العب لود لم يحصر مشاهدينا الكرام. طبعا من الملاحظات الأساسية في مباراة اليوم هو أن الوداد لا يسدد من خارج منطقة الجزاء. الوداد لا يسدد، شفنا تسديدة واحدة لأيمن حسوني كانت ضعيفة في الشوط الأول، عدا ذلك الوداد لم يسدد حبذا. الوداد تجي فرص، تجي يعني مساحات الكافية أنه يسدد نحو مرمى الحارس جيرسون. هذا حل من الحلول المتاحة لفريق الوداد الرياضي، لأن وليد كان في وضعية تسمح له بأن يسدد. وسط الكرة للجهة اليمنى، هنا العرضية، حذارية. التكناوتي يتحمل المسؤولية، ولكن أيضا الأصل، أصل المشاكل هي في محور الدفاع، أصل المشاكل هي في محور الدفاع مع أسرير. تصل الكرة للجهة اليسرى، ركلة جزاء اصطاد كازادي مشاهدينا الكرام. كازادي كما اقتنص الهدف الاول يقتنص ركله جزاء في هذه اللحظات بعد مرور 11 دقيقه على الانطلاقه. هيا تاتي الفرصه الاولى لفريق الوداد. كازادي سلامات يا كازادي، سلامات يا كازادي، حتى في اصعب الظروف، حتى في ظل الغيابات يا زوران، الوداد يقاوم والوداد لا زال يبحث عن نتيجه ايجابيه والخروج من كمين بيدرو أتليتيكو هنا في العاصمه رواندا. شوف الاعاده، الحداد، نعم قلتها وتوقعتها، الحداد ننتظر شوط افضل منك يا الحداد. الضغط على الحداد والكرات تبحث عن الحداد. اسماعيل في لحظه التمرير في اتجاه اللاعب، هنا كازادي تدخل كان موجود، ركلة جزاء نعم يمشي للتنفيذ يحيى جبران.
إذن يحيى جبران سيتكلف بتنفيذ ركلة الجزاء أمام جيرسون. حكيم آخر تعليماته لجيرسون بينما يحيى جبران كذلك فرصة ليكفر عن بعض الأخطاء التي ارتكبها في محور الدفاع خلال شوط المباراة الأول. يحيى جبران تركيز على هذه الركلة الجزاء مفترق مهم جدا في المباراة، نقطة تحول مهمة في المباراة. حكيم يعطي الإشارة، يحيى جبران يتقدم جول يحيى جبران يعدل النتيجة للوداد الرياضي بعد استادا كاسادي. الترجمة تأتي من يحيى جبران بهذا الهدف. تنسينا ما حصل في الجولة الأولى، تنسي الأخطاء التي حصلت في الجولة الأولى. يا يحيى جبران شوف الإعادة كاسادي في عملية المناورة رايا بذكاء يصطاد بذكاء جابها، ويحيى جبران يترجم إلى هدف التعادل. الدين الوداد يعود في النتيجة. شوف هنا لحظة تردد في المطاف، هنا يغالط حارس المرمى، الحارس في جهة والكرة في الجهة المقابلة، هدفين مقابل هدفين. أتمنى تكون هذه بداية الوداد نحو البحث عن تلك ماذا تفعل التكناوتي. لا غير معقول تقدير ترو، انتبه إلى أنه في مشكل في المحور، لذلك يعتمد على الكرات العالية داخل منطقة الجزاء. تمشي لوليد، وليد لمسة واحدة رائعة، وليد دائما في عملية الخروج بالكرة. الحسوني عندك بصحة، الحسوني لمن الحسوني، هنا هو الحسوني يدخل، الحسوني تمريرة، فرصة ماذا فعلت يا العملود؟ ماذا فعلت يا العملود؟ العملود لو كنت وحدك سأكون متفق معك إذا سددت، ولكن كان عندك المجال للتمرير. لا 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 العملود غير مقبول مثل هذا التصرف اللي قمت به يا العملود، لان عندك بديع طلب الكره بسرعه، بديع في وضعيه ممتازه، ولكن هنا الانانيه كانت حاضره من العملود يسددها لكن بعيده تماما. لو كنت وحدك اوكي ممكن تسدد، ولكن هنا كان عندك كازادي وكان عندك بديع، خاصه بديع كان في وضعيه مثاليه، ولكن هنا